والله صار لي شي ساعة تقريبا على الكراج اهو. على الكراجات؟ هلا مرق واحد نحن واقفين هون دوار جنوبي. بدك تكوني عم تلعبي تايكواندو لحتى تحسي تنطي بقلبه. قد ايش صار لك واقفة هون؟ شي ربع ساعة. شو ناطرة باص؟ شارع الثورة. يعني نقل داخلي. نقل داخلي. كل قد ايه بيمرق؟ هلا ما بعرف من وقت ما اجيت ليكو هي واحد. خلينا نصونه. ليكو. بس كثير زحمة. كل قد ايه بيمرق الباص من هون؟ يعني كل نص ساعة، كل نص ساعة، ثلث أرباع ساعة. صار لي نص ساعة تقريبا ناطر باص دوار جنوبي عشان نروح على كراج حرستا وسافر على العادية. حلو. طيب وكل قد ايه بيمر الباص هاد من هون؟ لا تقريبا 10 دقائق ربع ساعة، بس اجى باص دوار جنوبي للأسف على حظنا ما طالع على الكراج، واصل بس فحامة وما بعرف وين. أنا من العادية ما كثير بعرف مناطق، بس مو طالع على الكراج. شي ربع ساعة. شو ناطرة؟ أنو خط؟ سومرية كراجات. هذا نقل ده؟ ايه. كل قد ايه بيمر؟ يعني كل نص ساعة. وانتي صار لك ربع ساعة؟ ايه. ما مد لسه ولا واحد، بس ما فيه وسع. العالم لبرا. صح. عندنا كثير مشاكل موضوع الركب، ما عم نلاقي ابدا. كثير ايامات ممكن نضلنا ساعة ناطرين، نص ساعة، وتخيلي انت بطقة هالشمس عم بتوقفي، ما في. يعني اللي بيته بيحتاج ميكروين، بده ينطر ساعة، بده ينطر نص ساعة، بده ينطر اكثر. انو اكثر عم يكون السرابيس ولا باصات النقل الداخلي؟ والله كله عجقة عليه بقى، حسب لي صحنا، صح اليوم بطلع، صح اليوم بطلع. يعني شو هي أهم المشاكل اللي بتعانوها بالنقل الداخلي؟ هي بس هالدقيقة التنفس الكترة عم تصير زركة كتير كتير يعني بهالباص. إن أنت كسائق نقل داخلي مشاكلكم أنتوا اللي بتعانوها كل يوم؟ عجقة السير، ضغط الركاب. طب هلا أنتوا المفروض إنه تطلعوا عالم على الواقف؟ طبعا. من يعني ليش؟ مشان ضغط العالم، نخدم العالم أغلبها. يعني لا احنا والله باصات الدولة عندنا نفس الضغط، عندها باصات كفي كل شيء، عندها مؤاخذة. هلا انتم شركة نقل داخلي خاص؟ ايه. طيب قديش بكام؟ يا الحيالة 100 راكب. 100 راكب بالرحلة؟ ايه. بيضلوا معك من اول خط لاخر؟ لا مو شرط. يعني بنزل غيرهم بطلع غيرهم. طيب قديش بيسع الباص لمقاعد الركاب؟ مقاعد الركاب 25 واحد. وبيطلع تقريبا وسطين 75.